السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من اقليم الجديده، مباشره من تراب جماعه الحوزيه. احنا وياكم كنتواجدوا بشاطئ التيتانيك، اللي هذا الشاطئ اللي كان معروف بواحد السفينه اللي التاريخ ديالها على حسب المعلومات اللي عندنا فالتاريخ ديالها يعود لسنه 1989، يعني اكثر من 30 سنه. فهاد السفينه كانت جايه من افريقيا، هز الخشب، شاءت الاقدار ان غيوقع لها واحد العطب، الى حقاش كانت تقسمات، يعني النصف ديالها بقى داخل البحر والنصف الاخر خرج هنايا وبقى على شكل تيتانيك. يعني سموا الساكنه ديال المنطقه والساكنه ديال الاقليم الجديده والساكنه ديال المغرب، الزوار والسياح اللي كيجي هناك يسميو هذا الشاطئ بشاطئ تيتانيك. فها هنا مشاهدي قناة شوف تي في وعلى المباشر مشهد مؤثر، شاحنة سفينة ديال التيتانيك كتودعنا في هذه اللحظات، ما بقى منها حتى شي حاجة، كانت واقفة، كانوا الناس كياخذوا منها صور للذكرى، فإذا بأنه البارح في العشية حتى كطيح كاملة. فمشاهدي قناة شوف تي في صراحة مشهد مؤثر عند الساكنة ديال المنطقة. يعني هذا الشاطئ كامل اللي كنشوفوا هنا، هذا الشاطئ كامل معروف بالتيتانيك، فبقى لنا غير الاسم، السفينة ما بقاتش. فأنا غادي نحاول أنني نزومي لكم، هذا هو الجزء المتبقي من سفينة التيتانيك، السفينة اللي عندها تاريخ أكثر من 30 سنة، منذ سنة 1989 كانت محملة بالخشب، وقع لها عطب فخرجت هنا، النصف ديالها بقى في البحر والنصف الآخر بقى كيلوح فيه الموج حتى خرج هاد المنطقة هاد. هذه هي السفينة التيتانيك. فصراحة مشهد مؤثر عند الساكنة ديال المنطقة، الساكنة ديال الإقليم، الساكنة ديال المغرب بصفة عامة، من طنجة حتى للقويرة، يعني كانوا كيجيو هنا في الصيف كياخذوا صور للذكرى، خصوصا في الغروب مع السفينة اللي كانت واقفة بشكل جميل، كانت عاطية واحد المعلمة تاريخية، كانت عاطية واحد الديكور اللي زوين، فشاءت الأقدار أن هذه السفينة كتودعنا في مشهد مؤثر. البارح كان الموج طالع تقريبا واحد 3 متر ولا 3.5، فهذا الشيء علاش ان السفينه تاكلات بالصدأ وبالزمن من طبيعه الحال، والامواج اللي كانت امواج صعيبه، امواج عاتيه، فهذا الشيء علاش خلى ان السفينه تطيح وتودعنا في مشهد مؤثر عند الساكنه ديال الجديده والساكنه ديال الاقليم الجديده والساكنه ديال المناطق المجاوره هنا. فصراحة يعني الناس ما كانوش كيتوقعوا هذا المشهد، انه يودعوا السفينة ديال التيتانيك بهذه الطريقة هذه. فالشاطئ كان معروف، هذا الشاطئ كامل كان معروف بالتيتانيك، التيتانيك الحوزية. يعني الساكنة ديال جديدة ولا المناطق كتقول لي فين تلاقاو، كيقول لك نتلاقاو عند تيتانيك. اش من بحر غادي البحر ديال تيتانيك، اش من مكان غتمشي تبحر فيه غتبحر في المكان ديال تيتانيك. فبقى لنا غير الاسم، السفينة كتودعنا في مشهد مؤثر، التاريخ يندثر، التاريخ يودعنا في هذه اللحظات. لم يتبقى من السفينة، سفينة تيتانيك، سوى بقايا اللي بقات ظاهرة على المباشر كيف ما كنشوفوا، ونحاول انني نزومي لكم. هذا هو ما تبقى من السفينه ديال التيتانيك بعد ما كانت واقفه وبعد ما كانت راسيه، بعد ما كانت واحله. فالتاريخ يعود لسنه 1989 في واحد الليله اللي هي ليله عاتمه، كانت المواج، الطاقم ديال السفينة اللي كان فيليبيني كان جاي من افريقيا، كان محمل بالسفينة، كانت محملة بالخشب. فالطاقم ديال السفينة على حسب التاريخ، الطاقم ديال السفينة كان كيطلب النجدة، ففي ديك الليل ما شافوش، ما ردوش البال، فالسفينة تقسمات، طاح منها الخشب، الخشب كان كامل خرج في الشاطئ ديال الحوزية، الشاطئ ديال أزمور، الشاطئ ديال الجديدة،
يعني هاد السفينة انقسمت إلى نصفين، النصف الآخر بقى في البحر الداخل والنصف الآخر خرج في هذا المكان وبقى واقف وبين، يعني الناس كانوا كيجيو وكياخذوا صور وكانوا كيشبهوا هذه السفينة بسفينة التيتانيك بالجمال ديالها والمنظر ديالها. ها هنا مشاهدة قناة شوف تي في وانتم على المباشر، سفينة التيتانيك كتودعنا في هذه اللحظات، جزء بجزء كيطيح من السفينة ديال التيتانيك. البارح ناس كانوا واقفين هنا في مشهد مؤثر وكيشوفوا ان السفينة ديال التيتانيك كتودعهم وكتطيح طرف بطرف، كيطيح منها. البارح كان البحر طالع 3 الأمتار ولا 3 الأمتار ونصف على حسب المعلومات اللي وصلتنا، فهذا هو السبب والصدأ من طبيعة الحال والزمن. 30 سنة، أكثر من 30 سنة، وهذه السفينة واقفة صامدة في وجه التيار المائي، صامدة في وجه الملوحة، صامدة في وجه الأمواج، فاستسلمات. والبارح طاحت سفينة ديال التيتانيك كتودع الساكنة ديال الإقليم الجديدة في مشهد مؤثر. فهذا الشيء اللي تبقى، هذا ما تبقى من سفينة التيتانيك كيف ما كنشوفوا مشاهدة قناة شوف تي في. وثقوا بيا، ثقوا بيا مشاهدة قناة شوف تي في، أن الناس كيوقفوا السيارات ديالهم هنايا في الطريق في الشانطي اللي كاين الموتيل على البحر، كيوقفوا السيارات ديالهم بعد ما تلقاو الخبر وكيجيو في لحظة ديال الوداع، في لحظة ولا في مشهد مؤثر، هما كيودعوا السفينة ديال التيتانيك اللي عندهم معاه تاريخ أكثر من 30 سنة، يعني أجيال وأجيال اللي جات خدات صور للذكرى، اللي جات لعبات الكرة، اللي جات تبحرات وهي كتبحر حدا السفينة ديال التيتانيك، كما كيسموها الساكنة ديال الإقليم الجديدة والساكنة ديال المغرب، ملي كيجيو المناطق ولا ملي كيجيو الإقليم الجديدة ولا المناطق ديال الدكالة. يعني كيف ما كنشوفوا التعاليق كيقول لك السفينة عندي معها ذكريات الطفولة، فالتعاليق عبر قناة شوف تي في على المباشر، يعني الناس كيودعوا السفينة ديال التيتانيك بمشهد مؤثر صراحة. فساكنة ديال الإقليم عندهم معها ذكريات، ذكريات ديال الطفولة، كيجيو يلعبوا الكرة هنا، كيجيو يعني هاد البلاصة كلها، هاد البلاصة كلها البحر كامل معروف بتيتانيك. حنا حدا المنتجع السياحي زفير، حدا مقهى سندس، يعني خصوصا هاد البلاصة حدا مازاغون، يعني هاد البلاصة كلها معروفة بالتيتانيك، يعني الناس كيوقفوا السيارات ديالهم، يعني الناس واقفين تما، كنشوف واحد الراجل واقف كيصور وكيودع السفينة ديال التيتانيك في مشهد مؤثر. فكيف ما كنشوفوا واحد السيد واقف كيصور باش كيودع السفينة ديال التيتانيك في مشهد مؤثر مشاهدة قناة شوف تيفي. هذا ما تبقى مشاهدة قناة شوف تي في من سفينة تيتانيك اللي معروفة ولات معلمة من المعالم التاريخية ديال الإقليم الجديدة صراحة، ولات معلمة كأنها ولات بحال المسقات البرتغالية، يعني ولات أن الناس كيجيو كيتصوروا معها، معلمة تاريخية اللي كنودعوها في مشهد مؤثر. بفعل الأمواج اللي كانت البارح البحر كان طالع، فكانت صامدة في وجه التاريخ أكثر من 30 سنة منذ سنة 1989، أكثر من 30 سنة كتودعنا مشاهدة قناة شوف تي في سفينة التيتانيك في مشهد مؤثر. هذه الاجواء مشاهدة قناة شوف تي في، وحنا وياكم كنتواجدوا باقليم جديدة بتراب جماعة الحوزية بشاطئ التيتانيك. نختموا هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر. الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم ودمنا في رعاية الله، والى اللقاء. السلام عليكم.